نريد أن نعرف مستحبات الصيام. الصائم يستحب له فعل، نبدأ من هنا. قراءة القرآن. قراءة القرآن كلام الله. هذا الشهر شهر أنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعثر القرآن على جبريل عليه السلام، وعرض عليه السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. تكثر من قراءة القرآن تجعل لك ولد. أصلا مجرد ما يدخل شهر رمضان يبقى في المسجد أحسن. أي والله. نعم. تعجيل الفطر وتأخير السحور. مجرد ما يقول الله أكبر هذا المرض تأكل مباشرة. تعجيل الفطر وتأخير السحور. يؤخر السحور كيف؟ يعني يقول الآخر أنا الآن آكل بعد صلاة التراويح، فماذا تصنع؟ قبل أذان الفجر. السنة أن تأكل تتسحر على تمرة واحدة أو ثلاث تمرات، هذه تمر مقابل السحور. تسحر، فإن في السحور بركة. بركة لماذا؟ بركة في الطعام اللي تأكل، وبركة في تقوية البدن على الصيام في النهار. على ماذا يفطر؟ على ماذا يفطر؟ يفطر على أوضاعه، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ما، فإن لم يجد فعلى ما وجد من الطعام، تفاح، برتقال أو كذا. فإن لم يجد كان السيارة وليس لديه لا طعام ولا شراب، ماذا يصنع؟ يذهب. فإذا نوى الفطر أفضل. طيب مستحبات صدقة. الصدقة لماذا؟ لأنه بالصيام تتذكر حال الفقير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجر من الخوف يا رب، فتح الله عليه أكثر من الصدقة، كان كريم المرسل عليه الصلاة والسلام. قلت الكلام. نعم، هذا المستحبات، هذا من الواجبات. يجب عليه ترك قول الزور فلان في كذا، والعمل به، والغيبة، والنميمة، حسد، غل، كذا. نعم، أي أحد يحدثك في رمضان يقول فلان الإمام الطاهر جماعة المسجد، أعوذ بالله. موجود هذا في رمضان يكثر في آخر الإمام طول. أمام الباب هنا يقف ساعات ولا أشكال. الله كان في المسجد يركب على رأس إبليس. لا، ما وجدت الشياطين التي تصفق، لكن سلام الشياطين موجود. شيطان الإنس أخطر ما يكون. شيطان الإنس، لأن شيطان الجن تستعيد يذهب، أما شيطان الإنس ما يذهب. مشكلة هذا شيطان الإنس. والله أكبر مشكلة عندك شيطان الإنس. ما يذهب، تستعيد ما يذهب. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال يا إمام إن فلان يقول في كذا وكذا. لو يوم جاء إنسان وقال فلان شيخ أبو إبراهيم تكلم فيك البارحة، يقول الله يسامحك. أي وماذا قال غير هذا؟ ومتى قال؟ أعوذ بالله فيه كذا وكذا، صح؟ الحسن رحمه الله عندما جاء إلى هذا الرجل وقال فلان يقول فيه كذا وكذا، قال لهذا الرجل: أما وجد الشيطان رسول غيرك؟ أما وجد الشيطان رسول؟ بحث الشيطان يرسل، ما وجد أن أنت رسول الشيطان. والله لو كنا على هذا أفتحنا جبار. قال يقول فيه لا يسمع أنت رسول الشيطان. ترتاح، صح؟ الحمد لله. طيب نعم أبو عاطف، مستحبات الصيام. ترك الموبايل. دعوة الصائم مستجاب. نعم، يدعو عند فطره، يكثر
من ذكر الله واستغفار قراءة القرآن على الأقل. صلاة التراويح يحافظ على صلاة التراويح وهو تملي أخر من الصلاة وجعلت قرة عين في الصلاة. يعني يأتيكم إن شاء الله أخ الشيخ عبد العزيز قال أريد أختم القرآن تقول أختم وطيب قال تطيب قال أقرأ 10 صفحات قال أقرأ ما عندنا إشكال إحنا عبيد لله نريد نصلي نريد يكون الله هذا غير بقية الأعوام مرة واحدة نختم القرآن في هذا المسجد ونشعر تسمع القرآن وتراجع وتقرأ كتب التفسير إيش الإشكال عندنا مسجد اسمع هذا المسجد بجانب السوق كل ما في المسجد تجار ويريد إقامة الصلاة بسرعة وبعضهم لا تجار ولا شيء فيوم أذن بعد أذن دخل هذا قال أقم الصلاة سبحان الله إقامة الصلاة في يد من؟ الإمام المؤذن فهذا الإمام يعني دخل مجرد دخل هذا قال أقم الصلاة أقام الصلاة وصلى بسرعة وسلم خرج الإمام فخرج هذا اللي قال أقم الصلاة خرج فلقي له السلام عليكم طلع كان كيف الحال؟ قال والله بخير قال ماذا حدث في كذا في بلد كذا؟ قال اعوذ بالتدل حدث كذا اليوم يعني كانوا متوعدين بحدوث كذا وحدوث كذا وحدوث كذا والله يا شيخ سبحان الله الوزير قبل امس قال كذا فالاخر يتحدث معه بعدين قال كم لنا نتحدث؟ قال والله ممكن ربع ساعه لنا او نصف ساعه قال يا ما تخاف الله في المسجد ما استطعت ان تبقى دقائق وهنا تتكلم اسمع اخر مره بعد هذا لو تكلمت في المسجد قلت اقم الصلاه والله ارفع كمان اقول بقي معي ذاك اليوم نصف ساعه فاي واحد عندك اشكر اقول الامام طول يبغى يصلي يصلي يبغى يمشي يمشي لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ كان يرتاح بين الركعات قيام قيام طويل يا رجل الشيخ عبد العزيز يقول انا اصلي فيكم ساعة فقط بس وقت من القرآن ان شاء الله تعالى ساعة مع صلاة العشاء ساعة هنا وش اشكال؟ ساعة والله من يتقي الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب صحيح انت تريد تصلي صلاه خشوع وقراءه وتلاوه تدعو الله تخرج من شر والله تتمنى ان العام كله رمضان صحيح اي والله صلى الله عليه وسلم فليتكلم ترى هذا الا معه شيطان هنا سبحان الله لا يتكلموا في كذا يتكلموا فيها الله مستعان المهم نعم ابراهيم المساعدة والمشاركة في إفطار صائم تكون لك مثل الأدب حتى من إذا كان ليس لديك ما تعال وساعد الإخوة في إفطار صائم تأخذ أجر نعم نعم كثرة السلام بالنوافل النوافل قراءة القرآن والصدقة الصدقة الأكبر الاعتمار قد يقول هذا الشيخ اعتمار انت تعرف لا تأشير ولا غير يا اخي انت تطلب من من؟ من الله صحيح؟ تطلب من الله لا تدعو وتقول ما استجيب لي لا يا اخي تطلب من الله الله ما هو غير اذكر لكم الشعبي إمام رحمه الله هذا الشعبي رحمه الله كل عام يحج في طواف الوداع وهو يطوف طواف الوداع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ آخر عهد من بيت الطواف وهو يطوف طواف الوداع يقول يا رب لا تجعل آخر عهد بالبيت كل طواف الوداع يتذكر هذا يدعو مستجاب الدعوة في العام الثاني يحج ويدعو ويحج ويدعو حتى بلغ 80 عام في
في العام الثمانين وهو يطوف تذكر قال فاستحييت من ربي ثمانين عام ما دعا قبض من عام والله العام العام الماضي حصلت إشكالات عند بعض الجزائريين في التأشيرة الحج ليلة يوم الثامن بعد العصر يوم التروية الناس في الحج اتصل عليه قال تعالى سبحان الله كتب الله لكم الحج أخذوه بالطائرات إلى جدة بالسيارات أدخلهم على العرب مباشرة وذروا الحج والله واحد يقول لي ما أتوقع أن أحج عمر رضي الله عنه دعا الله أن يرزق الشهادة أين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها جهاد كيف تأتي الشهادة صادق مع الله أصدق مع الله أخي لا أشكال وأنت تصدق مع الله وإذا ما حدث لك عمر يكتب الله لك الأجر اعتماد بين الله الصلاة بالله وياكم يا الله نعم صلة الأرحام أو الاتصال فيهم نعم يعني هذا يأتينا إن شاء الله تعالى الآن في العيد نعم المهم الاعتكاف كذلك اعتكاف ما تستطيع الاعتكاف في العشر كاملة على ما سيأتي خاتكف لو يوم واحد تستطيع الله ياخذ اعتكف في العمل أحيانا من أجل الدنيا اعتكف من هذا أجل الآخر طيب قيام الليل ذكرنا صلاة التراويح طيب الآن الصيام هذا نهاية الدرس والدرس القادم كل الأسئلة إن شاء الله